مشاهدينا نحييكم من جديد. بعد قليل هيكون معنا الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي أنديل في حديث بين الإعلام والسياسة، وأيضا عن مذكراتي التي أصدرها تحت عنوان عشت مرتين. هنناقش معاه كمان كل القضايا السياسية التي هي على الساحة الآن، كل القضايا بشكل متنوع. هنشوف كمان الخلافات السياسية وأيضا ما يتعلق بالانتخابات الرئاسة، كل ده هنناقشه مع الأستاذ حمدي أنديل بعد قليل. طيب قبل ما نتناول بعض الموضوعات التي نوهت عنها قبل الفاصل، ما فيش شك أنه أيضا بعض المصريين اهتموا اهتماما كبيرا باختطاف الدكتورة نادية الأنصاري. دكتورة نادية هي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس. تم اختطافها من قبل مجموعة من الملثمين وطلبوا 10 مليون جنيه، وتم احتجازها لمدة 10 أيام، ثم بعد ذلك تم إخلاء سبيلها. ها هي معنا هتقول لنا إيه التفاصيل، لأنه أعتقد أنه عمليات الاختطاف أصبحت ظاهرة في الحياة المعيشية والاجتماعية للمصريين ولا بد أن نواجهها. كمان التفاصيل اللي هتقولها ربما تكون مهمة في مواجهة عمليات الاختطاف. دكتورة نادية الأنصاري العائدة من الاختطاف وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، أهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذ وائل. قدم أيضا ابن حضرتك دكتور محمود الأنصاري. دكتور محمود أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب دكتورة، قبل ما أتابع مع حضرتك القضية نشوف بس بعض الموضوعات التي نوهنا عنها قبل الفاصل. زي ما قلت لكم، مسقط رأس الدكتور محمد مرسي العضو بالشرقية لما يصل الأمر بأنصار الرئيس المعزول وأعضاء عائلتي إلى حد الاعتداء على أي عائلة ترفع صور الفريق أول المشير عبد الفتاح السيسي أو أغاني، أو إنها تقوم تشغل أغاني تسلم الأيادي، أي حد يؤيد القوات المسلحة يتم الاعتداء عليه حتى لو كان طفلا. تعالوا نشوف الاعتداء على طفل وعلى أبيه أيضا بسبب تسلم الأيادي وصور المشير عبد الفتاح السيسي. أنا كنت قاعد بالمحل تاني، كنت مشغل الصب لتسلم الأيادي وقاعد بردد مشي، وبنته معدية راحت الدرس ورجعت جابوها مشي من عند درنا، بعدين تدور وخدني جر لغاية العمود يعني الدارهم، ده يضرب فيا مشي، ما دوا جعتني قلع الشبشب بتاعه ده يضرب على وشي مشي وبالشلاليط. بتكلم معاهم بصيت لقيت تشكيل العصابة 14 واحد بالشوم والجنازير والسلاح لبيه، ومدعومين بإرهابيين بيجوهم من برا البلد، يجوني على الدكان بتاعي، خطفوني من الدكان 13 متر واعتدوا عليا وفي راسي 22 غرزه وما زال فيهم 12 غرزه، مش قادر افك السلك منهم لغايه دلوقتي. الدكتور قال لي استنى كمان اسبوع لانه جرح نافذ. اتهجموا علينا وضربونا ومسكوا في جوزي وبهدلوا الدنيا، والناس شلفوهم ودخلوهم بيوتهم والناس مش قادره عليهم، شالوهم فعلا ويدخلوهم بيوت معاهم شوم ومعاهم كل حاجه. طبعا الدنيا ليل وعمالين متهاجمين، اجينا الناس يحشوا فيهم مش يحشوا فيهم ما فيش فايده. واني ماشي على شغل ابنهم اللي اسمه ابراهيم برضو اللي ضربني بالجنزير برضو، جه قابلني في الطريق بخش فيا في المكان، عملت كده راح بالقلم على وش، احنا في رعب منهم لا عارفين نفتح دكان ولا عارفين ننزل عيل من عيالنا في الشارع. ايه الكفر دي؟ ايه اليهود دول؟ بنشعب حد بضرب حد بنشعب، والسيخ الحديد السيخ الحديد طول كده ودي العظمه محدش جرب منه، مش قادرين. اقول دولت ارهابيين ما يستحقوش العيش على وش الدنيا. فين الجيش اللي بيحمي الشعب ويحمي ودعم الحكومه عشان تنزل تقبض عليهم؟ بقيه العصابه مش بنعرف ننام في البيت بيه. امبارح مسيره من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 10 العصر، لغايه الساعه 2 الظهر، وبكره في مسيره، وكل يوم مسيره. هم الارهابيين، هم الارهابيين، ما بنعرفش نقعد في بيوت. طبعا وقعة سمير دي هم حاولوا يرهبوا سمير وحاولوا يستعملوا الارهاب بتاعهم في تخويفه والتعدي عليه عشان هو يعني بيشغل اغاني السيسي او بيدعم الجيش.
احنا الحمد لله ظبطنا 2 من المتهمين ومحبوسين اللي هم تعرضوا عليه واتهموا بتكسير المحل بتاعه. بنتابع القضيه والنيابه تولت التحقيق، دايما في مواجهه معاهم ودايما ما بنسيبهمش، ودايما ان شاء الله معاهم لغايه وهنحمي البلد دي باذن الله، ولغايه اخذ قطره في دمنا هنحمي مصر باذن الله. ده في مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي. طيب تعالوا نشوف العائلات والأهالي الذين استضفناهم ممن تهدمت منازلهم وتهدم أيضا أساس المنزل في كل مكان بسبب تفجير مديرية أمن القاهرة. كنا قد استضفناهم هنا وبالفعل تبرع لهم البعض، لكن وزارة الإسكان قالت لهم تعالوا نديكم شقق وجدوا أنها بعيدة جدا في التجمع الخامس طبعا اللي بيبقى فيه منطقة حيوية في وسط البلد بهذا الشكل مش عاوز يسيبها. لكن تعالوا شوف سجلنا معاهم، ربما تكون لديهم أسباب قوية، المكان يرتبطون بالمكان، إيه اللي بيطلبوه؟ طبعا التفجير الذي حدث هز هذه البيوت وقلنا يجب أن نتضامن معهم ونقف بجانبهم. هم شايفين ان التضامن انك توديني بعيد قوي وتبعدني عن هذه المنطقة يعني على الاقل صلح لي بيتي، هكذا يطالبون. السيد وزير الاسكان يشكر، وفر لنا مكان، وفر لنا مكان بديل في التجمع الثالث القطامية، ورحنا امبارح شفناه ونقلنا اليه بعض منقولاتنا. بالنسبه لنا احنا كسكان في منطقه باب الخلق التجمع الثالث بالنسبه لنا يعتبر منفى. دلوقتي هم ادونا شقه في التجمع الخامس، انا حاليا دلوقتي انا عايزه شقتي، انا مش عايزه ولا تجمع ولا ايه، ومش هتنفعني، انا مش عايزاها حتى لو دايم، انا مش عايزاها، انا عايزه شقتي لان احنا بنات، وزي ما حضرتك قلت لك انا عايزه ابقى في امان ماشي، وعايزه اللي انا اقعد في المكان بتاعي اللي انا بشتغل فيه. انا غصب عني يعني انا كل عيشتي كلها هنا، حياتي، شغلي، اطفالي، عيل عنده في اولى ابتدائي هوديه ازاي؟ المطلوب حضرتك ان احنا يعني باسرع وقت ممكن يخلص لنا الشقه عشان نرجع تاني، بس ده اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده. بطالب بس ان هم حتى يجيبوا لنا سكن قريب من هنا، لان كل حاجتنا هنا، نعمل ايه؟ طبعا علينا أن نتضامن إنسانيا مع السكان الذين تهدمت بيوتهم ومنازلهم من الداخل بسبب التفجير الذي حدث أمام مديرية أمن القاهرة. لازم نلاقي حل، لأنه بعض هذه العائلات حالتهم متواضعة جدا، بالإضافة إلى أنه الارتباط بالمكان يعني منطقيا كده مفيش حد هيسيب مكان في وسط البلد بهذا الشكل وبعدين توديه بعيد، يعني على الأقل نحاول حل هذه المشكلة بشكل إنساني له. طيب مدير إدارة تعليمية بالمنصورة يتهمه الموظفون وكذلك عدد كبير من المدرسين بأنه يقوم بترقية أعضاء جماعة الإخوان فقط. المدير العام موجود فساد إداري ومالي في الإدارة شامل كل الجوانب، يعني مثلا موظف يغيب 6 أيام ويتمضى له تاني بدون إقرار قيام بالعمل ويتم التسوية بمعرفته بدون الرجوع للشؤون القانونية أو التوجيه المالي والإداري، والموضوع كله ماشي قرارات متضاربة كلها، وموضوع الإخوان منتشر في الإدارة جدا والقرارات كلها متضاربة، بيجي له جواب من النيابة الإدارية ما بيحترمش الجواب نفسه بتاع النيابة الإدارية، هو إخواني وأنا مسؤول عن هذا الكلام، لأنه طالما رقى واحد من الإخوان عدى 3 درجات وعملوا مدير خدمات وهو عارف إن هو إخواني يبقى هو إخواني. الموضوع بالظبط إن السيد المدير العام محمد عبد المتعال الراجل ده لا يصلح كقيادي في الإدارة إطلاقا، أولا قرارات متضاربة، يستعين ببطانة وحاشية، بطانة سوء يتدخلون في صناعة القرار،
ومنهم بعض الزملاء الموجودين وعلى رأسهم فرحات وهبة رزعة بهادي. أنا هقول بالأسماء والكل يعلم نصب نفسه مدير لمكتبه وهو لا يستحق، والوظيفة وظيفته الأصلية مسمى باحث شؤون عاملين ونصب نفسه مدير المكتب بوظيفة لا يستحقها. عندنا واحد اسمه طه عبد الرحمن محمد، ابنه توفاه الله في فض اعتصام رابعة، وظهر يوم السبت 11/1 في قناة الخنزيرة القطرية الساعة 7:30 وقام بسب الجيش والشرطة، فكانت مكافأته من مدير عام الإدارة أن قام بترقيته مدير عام لإدارة الخدمات بإدارة شارع المنصورة التعليمية، وحينما اعترضنا على ذلك قرار شؤون قانونية وكان قد صدر له قرار سابق بالنقل إلى قسم الوسائل، رفض وامتنع وقال أنا حر أعمل اللي أنا عايزه وأعمل اللي أنتوا عايزينه. ولهم مخالفات ماليه واداريه كثيره تقدمنا بها للسيد وزير التربيه والتعليم ووكيل الوزاره، والى يومنا هذا لم يحدث شيء. المفروض لما نيجي نحقق مع واحد نبعد له سلعه او اثنين او ثلاثه يجي نحقق معاه، وفي الاخر لو طلع براءه ما خلاص مع سلام، لو طلع عنده ادانه نعطوا له ادانه. يتدخل مدير العام ويقول اوقف التحقيق فورا، وهذا الشخص ليس عنده مخالفه. من اين يعرف اذا كان عنده مخالفه بدون ما يجري التحقيق معاه؟ نصمم على راينا ان احنا نعمل مخالفه راح محولنا احنا التحقيق، والمدير شؤون قانونيه محوله للتحقيق. وكل قرارات شؤون قانونيه لا يعتمد الا على هواه، اذا ما كانش على هواه يرجع عنا. يعتمد القرار صح ولا لا؟ مش صح، اعملوا اللي انا عاوز اعمله وانا اعتمد لكم. حاليا ماليش عمل بسبب قرار اداري اخذه مدير الاداره مجامله لاحد اولياء الامور. علما بانني استلمت المدرسه احمد لطفي السيد مبنى جديد بدون اساس في العام الدراسي 2012/2013 مجامله لا لانه عضو في مجلس الامناء. حاول ان يضع يده على فلوس اللي ايه المدرسه، وعندما وقفت له تقدم بشكاوى ضدي وتم حفظها داخل الاداره، ولكن بقرار اداري من مدير الاداره مجامله له قام بتغييري. مدير اخواني، طب لما المدير اخواني ما في خلايا اخوانيه نايمه كتير في الاداره ليه سايبينها؟ يعني احنا دلوقتي جينا مسكنا في المدير بس وسبنا الخلايا. انا عندي هنا خلايا اخوانيه نايمه، عندي واحد ابنه شهيد في رابعه وبيتوعد الجيش والشرطه بتوعد كل حاجه، عندي زميلات كلهم داخلين طالعين يشتموا فينا ويشتموا في السيسي ويشتموا في الليبراليين، شوف كل حاجه. طب ما احنا بقى نمسك الموضوع من اوله كده كله ونشيل الاخوانيين كلهم مره واحده، بدل ما نمسك الاخوان المدير بس ونقعد بقى نفت في كلام ملوش اي لازمه برأي الناس الاخوانيين. طيب يبقى استاذ الفاضل من الافضل ان يتشال كله مره واحده بقى، ما نجيش على واحد ونسيب الباقيين. طيب نعود لقضية الدكتورة نادية الأنصاري، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، تم اختطافها بالقوة من قبل مجموعة من الملثمين، اختطفوها لمدة 10 أيام وطلبوا 10 مليون جنيه. هتقول لنا كل التفاصيل بعد عودتها من الاختطاف. دكتورة نادية أجدد التحية بك. أهلا بك يا أستاذ. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب قولي لنا يعني أولا كيف تمت عملية اختطافك؟ أنا كنت راجعة من العيادة الساعة 10 مساء. وأنا ساكنة في العبور. معايا سواق. يعني ما بسوقش، بسوق بيا سواق. ففوجئت بان في عربيه، واحنا كنا قرب البيت فاضل لنا حوالي 5 دقايق ونبقى في البيت. احنا في الحي السابع بتاع الفيلات بتاع العبور اللي هو تبع الاليوبيه. فاحنا في الطريق فوجئت بعربيه واقفه وراحت عامله كشافات كده، ولقيت السواق بيقول ايه ده، هو في ايه؟ ولقيت واحد راح مطلع سنجة كبيرة كده وحطيتها على رقبة السواق. وراح التاني جاي فتح الباب عليا من ورا وسنجة زيها كده، وهم ملثمين. فأنا ما كان عليا غير إن أنا عمالة أصرخ. كان الموقف قدام المدرسة اللي تابعة لمجلس الوزراء اللي كان عاملها اللي هو رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف. فهو دايما بيبقى عليها الامن 24 ساعة. الامن سمعوا الصريخ بتاعي والزعيق، راحوا داخلين جوه المدرسة وقافلين عليهم.
الفيلا اللي حواليا لقوني بصرخ وبزعق. ده الامن الخاص بالمدرسه. بالمدرسه. اللي هم الجيران بقى اللي هم في الفيلا اللي حوالينا سمعوا وانا بصرخ، راحوا داخلين وقافلين الشبابيك والبلكونات. كله خايف على نفسه. تمام؟ طبعا يعني كله خايف على نفسه، وهو كمان تثير علامات استفهام، بس يعني ما بين ان انا هقول للناس اين الشهامه المصريه القديمه، وما بين انه كل واحد هيقول لك انت شايف الوضع ازاي دلوقتي. عشان دي مسلحه. عشان الناس مسلحه، فكل واحد خايف على نفسه. طيب يبقى كده، يبقى انت بلا طوق انقاذ، خلاص هيخطفوكي. أيوة هيخطفوني يعني. فراحوا مغمين عينيا، كتم بقي الاول، فرحت عض ايده، راح جايب لي، راح بالسنجه دي ضربني على دماغي وعامل لي مخبي لي عينيا، ومشوا بيا ونقلني طبعا من عربيتي للعربيه اللي معاهم. مشينا بقى في طريق، الطريق ده واضح ان هو كله مطبات، يعني طريق خلفي مش طريق عام. انت حاساه بس لانهم يعني اخفوا عينيك، يعني ما بتشوفيه، مش شايفه. مش شايفه انا رايحه. ده كان الساعه كام؟ كان 10:30 بالليل. بالليل. المهم قرب ما نوصل للمنطقه، راح واحد منهم قايل لي بصي احنا واخدينك. قلت لهم انتوا واخديني غلط، انتوا مش عارفين انا مين. قالوا لا احنا عارفين انت مين، وانت فلانه الفلانيه، واحنا جايين ناخدك لان ابونا، يعني محددينك بالاسم. احنا ابونا عليه حكم وتعبان مش هيقدر يجيلك العياده، فاحنا واخدينك تشوفيه في البيت وهنروحك على طول. طبعا انا ما دخلش دماغي الكلام ده، لان قلت لهم اللي عايز ياخد واحد يكشف على اهله مش لا هيأذيه ولا هيرفع عليه سلاح ولا حاجه. المهم دخلت، دخلت من الباب، راحوا مدخليني كده كوريدور في اوضه. الاوضه دي كلها ما فيهاش اي لا شباك ولا حاجه، ومعموله بعروق من الخشب فوق. ودخلت، وراح جاي الرئيس بتاعهم بقى اللي هم بيسموه شيخ العرب، راح قايل لي شوفي احنا جايبينك هنا رهينه. بس كل ده لسه حاطين القماش على عينيك يعني؟ لا كشفوه بقى. كشفوه اول ما دخلت البيت ده او الحته. طيب. دي هم وهم وجوههم يعني بقت مكشوفه ليكي خلاص؟ لا لا، ملسمين. ملسمين. اللي شفته بس رئيسهم اللي هو اول مقابله ليا، وبعد كده بقى يدخل لي ملسم. فهو راح قايل لي بقى انت رهينه. طبعا كنت لابسه دهب بتاع، خدوا شنطتي، خدوا الفلوس اللي فيها، وخدوا الحاجه اللي فيها. ولسوء حظي ان انا دايما مع الضعفاء من الناس، سواء دكاتره او موظفين، اللي عايز يجوز حد، اللي عايز اقول له بدل ما تعمل قرض وقرض حرام، تعالى انا اعمل معاك جمعيه وخد الجمعيه دي ما فيهاش اي شبهه او كده. فانا كنت قبضة جمعية يومها. اخدت قبضة جمعية يومها. نشنت. كانوا 50,000 نشنت. 50,000. وكنت هم عموما ما اكتفوش بكده يعني. لا هم خدوا ال 50,000، وخدوا 2000 دولار، وخدوا 2000 ريال كنت مغيرها من البنك عشان هطلع عمر. وما اكتفوش بيهم بقى دي، لان هم يعني طبعا باصين لالاف للملايين. مش حاجة كده كانت المهم. فقال لي، فانا قلت له انا المبلغ اللي انت بتقول عليه ده مش موجود معايا، يعني عشان تطلبه مني. هم طلبوا 10 مليون؟ 10 مليون. فانا قلت له المبلغ ده طبيعي مش موجود معايا. قال لي مالكيش دعوه، ولادك هيصرفوا وهيبيعوا الحاجه وكده. فجيت اتكلم تاني، راح ملطشني بالاقلام على عينيا. بالاقلام؟ بالاقلام. على عينيا، وانا عامله عمليه ميه عدسات يعني، فبقيت خايفه ان عدسه تنطر اتعمي، فهو ربنا اللي سترها يعني. وراح جايب بلاستر وراح حطه على بقي، وقال لي مش عايز كلام خالص. وراح مقعد معايا واحد في الاوضه مع سلاح كحارس يعني لي. كلهم ملسمين، ما انتش شايفه. كلهم ملسمين وكلهم معاهم سلاح، وما تقدرش تتحرك من المكان الا باذنهم وتحت السلاح، يعني لك هتخك ما عندهمش الا كده. طيب. وبيجيبوا لك يوميا يعني، منظمين لك، بيجيبوا لك اكل يوميا انا هقول لحضرتك الاكل كان في اول 3 ايام. كانوا بيعملوا الاتي، يجوا على كرسي ويحطوا لي بتاعه رز بلبن، وواحده باتيه بالجبنه، وواحده
تورته كيكه كيكه يعني واحده كيكه واحده بتيب الجبنه واحده رز بلبن. ده اكلي في 24 ساعه، كوبايه ميه زي دي الصبح وكوبايه بالليل. تمام، ده يوميا في الثلاث ايام، في الثلاث ايام الاولانيه. وبعد الثلاث ايام هو امنا في ان الثلاث ايام دول ابني هيوفر له الفلوس. طيب بدات التفاوض ازاي بقى على الفلوس؟ ما التفاوض كان مع محمود من غير انا ما اعرف، يعني هم كانوا يتفاوضوا معاه على التليفون. ما انا هسال محمود في بعد ثلاث ايام. واضح ان محمود كان بيشد معاه قوي في تخفيض المبلغ، فجاء قال لي كلمي ابنك. فانا قلت له انا ما اعرفش انت متفق، وخليه ينفذ. قلت له انا ما اعرفش انت متفق معاه على ايه عشان اكلمه، ورفضت اكلمه. لما رفضت اكلم ابني بدا بقى ينتقم مني، يقول لهم ما تجيبولهاش لا اكل ولا ميه، هي باين عليها عاجبها القعده معانا، فايه سيبوها بقى ايه من غير اكل وميه عشان تحس بالقعده. ومنع عني فعلا الاكل والميه. وانت قعدت بدون اكل ولا ميه سبع ايام؟ لا، ثلاث ايام اللي قعدتهم من غير اكل ولا ميه. لما بقيت حاسه ان انا عندي جفاف ومش قادره اعمل حاجه. بعد الاسبوع الاولاني بقى للاسف، يعني هو في حاجات الواحد مش المفروض يقولها بس هقولها. انا كنت قاعده في الاوضه وهم متحكمين في خروجي منها بانهم قافلين عليا، اما احب اخرج اخبط عليهم. فانا كنت بدخل دوره الميه مره الصبح ومره بالليل. اما كنت اروح حتى دوره الميه اروحها تحت تهديد السلاح، ودوره الميه دي بدون باب يعني، هي وفيها نص ستاره كده، يعني تروح منزل بتاع كده نص ستاره. وطبعا والمكان ما فيهوش ولا فيميل ولا واحده ست، كلهم رجاله. وبعدين بعد السبع ايام جه راح جايب لي واحد كده طويل همجه ومعاه سلاح كبير قوي بقى، ده ما تقول رشاشه وبتاع، ما فهمش في الاسلحه. دخل عليا وقفل الباب جامد قوي، وراح قايل لي ايه، بصي بقى بنت الحلال، انا جاي لك من سينا 520 كيلو، وجاي عشان اقول لك الكلمتين دول، لا تكلمي ابنك يدفع الفلوس، واما هاخدك احطك في سينا وتموتي هناك محدش يعرف عنك حاجه. قلت له والله يبقى قدر، وضحك. قال لي ما تضحكيش، انا بكلمك جد. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، الشيخ العرب عارف عنك وعن بناتك كل حاجه. قلت له عن بناتي ايه؟ فراح ذاكر لي بنتين الفلانه الفلانيه، وعندها عربيه كذا، وعندها اولاد كذا، وساكنه في المكان الفلاني. صح؟ ده مجمعين معلومات عنك. مين بقى شيخ العرب؟ اللي هو رئيس القبيله. رئيس العصابه بتاعتي. هو الرئيس اللي كان بيكلم محمود. كان بيكلم. ما انا هسال محمود في ده رئيس العصابه. انما طيب ايه اللي انت شفتيه بتقولي؟ طبعا واضح ان في كم كبير من الاسلحه. كان كل واحد يمشي بثلاث انواع من الاسلحه، واحد ربطه على وسطه، والتاني آلي ماسكه في ايده، والتالت مسدس في جيبه من ورا. عندهم كم وكم من الناس يعني، ده داخل وده خارج. طيب هل بقى استطعت عمل معاه لانه جنائي فقط ولا سياسي ايضا؟ يعني هل هم بيشتغلوا فقط للسرقه ولا للسرقه لخدمه اهداف سياسيه؟ ما هو الشركه السرقه، لان هو في كلمه قالها لي وهي ايه، يا بنت الحلال خلي ابنك يخلصنا، احنا ورانا شغل اهم، عندنا يوم 24 و25 و26 شغل اهم منك، فلازم تكوني ماشيه من عندنا هنا قبل يوم 24. يعني هم هيعملوا عمليات كده يوم 25، اللي هي عمليات اثاره الفوضى واشعال النار، يعني زي ما تقول حضرتك بياخد الفلوس الله اعلم بيجيبوا بيها سلاح بيستخدموه ضد البلد. يعني في حاجات كنت نفسي ان انا اقولها للداخليه، لكن الداخليه حتى للاسف الشديد، ودي كلمه انا بقولها، اي انسان يا جماعه في مصر بلد عايزينها تبقى آمنة وكويسة، أي إنسان غير قادر على إنه يخدم الموقع اللي هو فيه يسيبه لغيره ويخدم فيه، إنما ما يبقاش واحد محطوط على منصب ولا يعمل به شيء. بس أنت شايفة الداخلية بيموتوا كل يوم. ما هم بيموتوا، إحنا ما قلناش حاجة، بس يعني هم يدافعون عن الوطن كله. لا خلينا نعملها بشكل لا تاني. يموه
لا يموه موه أولادي. كان يقول لهم احنا عرفنا مكان والدتكم وعلى ما رحنا نجيبها كانت العصابة نقلتها مكان تاني وده ما حصلش. كان مجاز بيهدوهم بيهدوا أعصابهم. لا ما هو يهدوا أعصابهم ما يبططوهمش ما هم مستنيين شغالين علي أنا. يعني هم ما كل يوم يتأخروا فيه على حسابي أنا. طيب خلينا نناشد وزير الداخلية وبعض المسؤولين إنه إذا كانت الدكتورة نادية عندها معلومات مش عايزة تقولها هنا يعني. طلبت إن أنا قابل وخدت معاه من الأستاذ سيد شفيق وعلى ما رحنا هناك ما مش هجيب أسماء معلش هقول على ما رحت هناك تنكر لي وبقولها تنكر وكانت الساعة 6 مساء وقال إن هو جالي العسكري بتاعه وقال لي هو في احتفالات عيد الشرطة. ما هو كان التوقيت بس خلينا نثق ان اللواء سيد شفيق هيقابل حضرتك ان شاء الله هنكلمه وما لديك من معلومات ربما تكون مفيده في مواجهه عمليات الاختطاف. طيب ايه بعض المعلومات الثانيه اللي ممكن تكون مفيده للمشاهد يعني حتى يستفيد منها؟ دي بقى هتبقى من الكلام اللي هيقوله محمود. طيب انا لسه هتابع معاكي طبعا المساله بس محمود هنا بدات عمليه التفاوض طلبوا 10 مليون. بدات عمليه التفاوض. مين اللي كلمك على طول؟ من اول يوم اختطافها من بعد ساعه اختطافها بحاجه و50 دقيقه لم تكتمل الساعه. جاب رقم تليفوني كان يرانا راي العين دخول القسم وخروجنا من القسم شايفنا وعرفنا. والطريقه اللي هو كان متبعها كانت طريقه يعني هم كانوا شاطرين جدا في عمليه التفاوض وكانت عمليه الضغط النفسي كانوا بيلعبوا بيها جيد. من ناحية ان هو كان في حواره معايا ما حد راح يمسح دموع امك غيرك. اقول له انا يعني تعليقا على كلام الدكتورة نادية كان القصد في كلامها ما حدش يضلل والكلام ده كله على قصدها على الداخلية. كانت عملية التفاوض كانت ممكن تتم كنت ممكن اطلع امي يوم اختطافها. ان كنت اخد معلومة حقيقية من الداخلية انا مش هعرف اعمل او هنوصل او لم نصل او كمل في مفاوضاتك او لكن عارف حضرتك هي لا طبعا ظروف الداخلية شيء الله يكون في عونهم هم بيحاربوا. بس هل خدوا منك التليفون يعني حاولوا يشتغلوا على التليفونات؟ الداخلية اشتغلت على التليفونات حقيقة. الداخلية اشتغلت على التليفونات لم يصلوا للشيء لان هم زي ما بقول لحضرتك هم يعلموا جيدا كل حاجة. هم اليوم خطوط في كل حاجة. هم عارفين ارقام الحسابات بتاعتنا عارفين ارقام الحسابات في البنوك فانهي بنوك الحساب في كام فلوس and so on. ممكن اتكلم مع حضرتك في الحاجات دي تفاصيل ليهم يعني قالوا لكم انا عارف رقم حساباتكم عارفين كل حاجه وفيها كام رصيدها كام بعت لك الكروت هي كانت الكروت بتاعتي معايا في الشنطه فهم لما فتشوا الشنطه وكده قالوا بعت لك الكروت اسحب الارصده اللي في البنوك عارفين يا فندم كل حاجه ليهم من كلام الراجل معايا ناس. طيب لما بلغت الامن هل راقب تليفونك عشان يقدر يوصل الامن؟ راقب تليفوني وراقب تليفون اخويا هو كانت المفاوضات كلها معايا فللاسف شديد كل المراقبات اللي كانت تم على التليفون عندي هم كانوا يجيدوا الناس اللي احنا بنتعامل معاهم دول كانوا بيجيدوا تغيير مكالمات التليفونات بيتكلموا من مناطق مختلفه من شوارع. ما سجلتش انت اي مكالمات؟ كل المكالمات انا مسجلها من الالف للياء سواء مكالماتي مع الحراميه سواء مكالماتي مع الداخليه. انا كنت جبتها يعني لنا كان مهم ان احنا حتى الناس تشوف كلها معايا على التليفون بتاعك. طيب نبقى نعرضها كلها معايا على التليفون. المفاوضات زي ما بقول لحضرتك بدات من اول يوم لان انا كانت الداخلية بتطمني فاتبعت طريقة ان انا لن اتفاوض على حياة امي. هو الرقم قد كذا ومش هدفع جنيه زيادة عليه. رد الرجل عليا طب انت مش عاوز تقول المبلغ اللي دفعته؟ يعني ملوش لازمه حضرتك انا مش جاي اتناقش في موضوع مادي. بس مش يعني العشرة مليون؟ لا مش العشرة مليون بس انا زي ما بقول لحضرتك انا مش جاي اتناقش في موضوع مادي انا جاي اتناقش في موضوع لا يا مش موضوع مادي انا بس في جزء كمان لانه الناس حتى لما بتقول هي الناس بتدفع ليه ما هو ده خضوع للابتزاز. طب ما هو أيوة. ما ينفعش تقول له لابن يعني امه اختطفت انت ليه دفعت او لاب طفل اختطف انت ليه دفعت يعني خلينا نتكلم برضو لو انا بتكلم على امي التي قرابه السبعين عاما انا بتفاوض عليها وما زالت خارج علمي وخارج علم الداخلية على مدار 10 أيام أو أكثر قليلا. الكلام ده لو أي حد مكاني أي حد ما عندوش حل تاني غير إن هو لازم يدفع مفيش في الأخر حل تاني. الأمن قالوا لك تفاوض وأخيرا حضرتك يعني بدون ذكر برضو أسماء أحد اللواءات قال لي بص يا ابني أنا لما عربيتي اتاخدت دفعت عشان أجيبها
ادفع وطلع والدتك، ادفع وطلع امك. مكالمة. طيب انت طبعا كنت بتفاصل معهم شوية، بلاش المبلغ ده خلوها شوية بالظبط. يعني قعدت محاولات لتنقيص المبلغ ودفعنا في الاخر. كيف تم دفع يوم المبلغ؟ عملية التسليم بتاعة الفلوس احنا تقريبا مشينا بالعربية قرابة ال 500 كيلو. ازاي؟ قول لي الاتفاق على تسليم الفلوس ازاي؟ الاتفاق على تسليم الفلوس كانت ليلة بقى التسليم، قال لي خلاص وبكرة هتجيب لي الرقم ده، مستعد تروح للمكان اللي انا هقول لك عليه؟ قلت له اوكي مستعد. الاستعداد بقى انتقلنا حضرتك من كلمت اللواء الاول اللي قال كلمت احد السادة المهمين في الداخلية وقلت له يا سيادة اللواء انا بكرة رايح اسلم الفلوس. قال لي اوكي بالتوفيق احنا هنأمن لك الطريق. قلت له بس؟ قال لي هنأمن لك الطريق وان شاء الله يعني نجيب الفلوس ونجيب الوالدة. قلت له طيب خلاص كتر خيرك. يوم التسليم حضرتك وهل حسيت ان الامن معاك خلال العملية؟ اطلاقا هي كانت عملية طمأنينة وهو لا يملك السادة الداخلية بلواءاتهم كل رتبهم لا يستطيع فعل شيء الا طمأنينة السادة دول. يعني ما يعرفش اي حاجة. مجاز هنا لو حسوا انه في امن معاك هيقتلوها. هم قالوا له كده. هم قالوا لي كده. قالوا لي ما تسمع كلام حدا، نص كلام الراجل اللي كان بيكلمني حضرتك، ما تسمع كلام حدا، ما راح حدا يفيدك ولا دخلية، وما تروح الاسم وما تروح في حتة وما تكلم حدا لأن ما حدا راح ينفعك في شيء. قلت له حاضر. يعني بعد طبعا ما بلغ يعني بي اليأس أنا الكلام ده كان في اليوم الثامن أو التاسع من عملية التفاوض على والدتي. حضرتك يوم التسليم احنا طبعا مكالمات تليفونات. المكان بعيد. المكان بعيد من محافظة لمحافظة لمحافظة محافظات مش من محافظات يعني. كل ده اكيد بيراقبوك حد معاك بالظبط كده. افتح باب العربية، انزل من العربية، اقف قدامنا، ارفع ايدك فوق، مش عارف ايه، اتحرك حركتين قدام على التليفون. كل ده على التليفون هو شايفني. يعني وداك فين الاول؟ من طوخ لأها للعشر من رمضان، الشروق، الإسماعيلية. كل ده عشان يتأكد إن ما فيش معك أمن. الصالحية، خش الصالحية، مزرعتين، نسيب الفلوس هنا. وقت سيب الفلوس أنا كنت أرى الناس رأي العين زي ما أنا ما شايف حضرتك. لو كان معنا داخلية وقتها أنا شايف الناس رأي العين. الراجل بيكلمني في التليفون ارفع إيدك وأنا شايف الناس قدام عيني. بس ملثم. أنا شايف الناس قدام عيني، انا شايفهم قدامي. ما هو انت لو معاك دخلية من البداية هو هيحس بيه وقت التسليم. هيكون معاك يعني هيكون معاك دخلية ازاي لو معاك؟ هو هيحس، هو عامل لك اللفة دي كلها عشان يتأكد ان مفيش معاك حد. حلو. يعني عامل بيك شو كده، بيلف بيك بيلف بيا، لانه لو تأكد ان حد معاك هيقتلها. بعد داد العربية ده. عمل 500 وكان يعني لما نلف اللفة دي كلها كان حضرتك انا امنت نفسي. هو أنا جاب 36 نفر. المكان اللي فيه الفلوس هل له علاقة بالمكان اللي هي مختلفة فيه؟ لا 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 اطلاقا يا فندم. بعد ما سبت الفلوس، بعد ما سبنا الفلوس اطلع قدام في كوبري لسه تحت الانشاء هتلاقي والدتك هناك. طبعا ده كان كلام فيك لان انا حضرتك اعلم علم اليقين من عمليات اختطاف كانت في عائلات ناس اصدقائي او عائلات او عائلة مراتي حتى ناس اختطفوا بعدها. لم يتم تسليم المال في نفس مكان تسليم الشخص المختطف اطلاقا. ده مكان وده مكان بيكون تاني خالص. ما لقيتش والدتي. مفيش طبعا الكلام ده. مر من وقت تسليم المال الى وقت رجوع والدتي تقريبا قرابة السبع ساعات. قالوا لك فين بقى؟ تعالى خدها منين؟ سابوها عند مدخل مدينة العبور. لا هم عند حي الفيلات الناحية التانية منها. اللي خطفوها مكان اللي مكان إقامتكم. بالظبط. طب ده ناس كويسين وبيوصل حتى الإقامة. لا ما هو ما كانش ناوي يسيبني يا أستاذ وائل. ليه بقى؟ هو ما أنا هقول لحضرتك. هو يعني زي ما تقول هو يقول لي إذا ابنك ما جابش المبلغ كامل انت عارف انا ممكن اجيبك هنا تاني واحطك هنا تاني واخد منه بقيه الفلوس واجيب ابنك معاكي. واجيب ابنك معاكي. يعني هو مهددني طمع في فلوس زياده. في فلوس زياده. فهو قال لي لو فاللي حصل ان بعد محمود انا حسيت انهم خدوا الفلوس، انهم كانوا دايما لما ياخدوا فلوس من حد، ما انا بسمع تليفوناتهم لما كانوا ياخدوا فلوس يغنوا غنوة معينة ويشغلوا موسيقى معينة ويقعدوا يصفروا ويرقصوا كده يعني. انهم حققوا انتصار بقى. ايوة. لأنه كانوا بيخطفوا ناس تانية. أيوة. فانا حسيت بفرحتهم في اخذ المال وسايبيني انا زي ما انا. وبيني وبينك الأوضة عبارة عن رملة مبلولة
ولذلك انا طالع عظمي كله واجعني الله يسامحه. امال بتقولي مين الكبير بتاعهم اللي انت شفتيه بوشه؟ ده اول ما هو واحد ده الوحيد اللي شفتيه بوشه. وبعدين بعد كده لقيتهم برضو سايبيني، فانا قلت لا بقى، ما احنا مش هنخلي العربجية دول والبلطجية دول ايه يضحكوا على المثقفين، لازم اعمل بقى حاجة اخليه يسيبني من هنا. لا لازم اقول. بتقول لي لا ليه؟ رحت قايله لهم ايه تعبان. انا في الاول قلت لهم على فكرة انا عاملة عملية قلب مفتوح، ولما حطلي البلاستر على بقي وانا عاملة عملية قلب مفتوح وحموت منكم ومش هتستفيدوا حاجة. قال لي احنا ما تفرقش معانا حية او ميتة، احنا هنسلمك وناخدك الدية وعايزينك متي في الثورة. ايه يعني؟ ما الثورة مات فيها ناس كتير. تمام. ودول يا استاذ وائل تحس انهم ناس لا عندهم حس ولا عندهم ولا اي حاجه في الدنيا ضايعه منهم. ليه؟ لانهم كل يوم من بعد المغرب للصبح قاعدين يشربوا حشيش ومخدرات وكده في نفس الشقه اللي انت مختطفه فيها. عايز اضيف بس، فهم المخدرات دي بتفقد حسهم، ما عندهمش حس لاي حاجه او اي مشاعر. فانا قلت بس انت بتقولي في جماعات سياسيه بتستخدم، يعني ممكن طالما انهم هينفذوا عمليات في 25 يناير يبقى الاخوان بيستخدموهم يعني. ايوه ما بيستخدموا البلطجيه. او انا ممكن اقول لحضرتك حاجه، هم ممكن يكونوا يعني انا الراجل اللي انا كنت بتكلم معاه اقول له بس يعني بعد اذنك طب صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اقول له حاجه يقول لي والله المستعان على ما كنت حاسس ان انا بكلم شيخ جامع يعني الله المستعان على ما تصفون، يعني انا عايزك تكون امين معايا. اقول له انا امين معاك. يقول لي انت متاكد؟ ان اقول له انا امين معاك. قال لي اهم حاجه الامانه والاخلاص لله عز وجل. يعني ما عندوش مشكله خالص يعني اهرا تتحدث عن شرف حضرتك يعني حقيقه نفسا الا وسعها. راح مكمل لي الايه لها ما كتبت عليها ما كتبت لقيته راح مكمل لي الايه القوه وبطلي نصايح. احنا مش مستنيين منك نصايح كلام من ده. طيب ايه اللي خلاهم بقى سابوكي وما كانوا طمعانين؟ انا بقى قعدت ازعقهم. قال عن حاجه عندهم الصوت العالي او انك تتكلم، ما حطيت لك بلاستر عشان ما تتكلمش. فانا رحت قايله ما انا قايله لهم ان انا عامله عمليه قلب مفتوح. المهم فلقيت حسيت انهم جايين يفتحوا الباب. قعدت اقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، حاسه ان انا اي واحده هموت عندهم. فراح يا زيد يا زيد، راح نادي الواحد وراحوا بسرعه مخرجين خلاص وخدوا الفلوس خرجوني بقى ازاي؟ ما خرجتش من الباب اللي انا داخله منه. هم اول ما بيسمعوا استاذ وائل طياره بيروحوا مغيرين جغرافية المكان، قافلين الباب في كده عندهم بلكونة بيطلع منها الدخان اللي بيقعدوا يعملوه طول الليل، يروحوا قافلين البلكونة دي خالص ومضلمين الدنيا وقافلين التلفزيون وكأن المكان ده خالي وما فيهوش حد. طيب المكان حواليه مناطق سكنية ولا انت ما شفتيش المكان؟ لا انا ما شفتش، بس هو غالبا لا، لان هم ما بيجوا يجيبوا الاكل او حاجة يقول لك فلان خارج الساعة الفلانية ما فيش خروج بعدها، بيطلع بقى لا بموتوسيكلات او وعاملين على فكره صفاره زي النجده كده، الصفاره دي اما تصفر يبقى الحاجه دي راكبها رئيس العصابه وجاي بيها، انا بعرف ان رئيس العصابه جاي من صفاره النجده. انا اما سرقوا عربيتي قبل ما يخطفوني ناس سرقوا العربيه بتاعتي، وقت ما خدتها منهم عليها بادج قد كده القوات المسلحه وحاطين شعارات قوات مسلحه على العربيه. فهم بيعملوا خديعة انهم يستخدموا حاجات الشرطة وحاجات القوات المسلحة شعارات لهم عشان محدش يمسك عشان محدش. فجيت امشي طيب. بقى راحوا مخبيين عينيا وقالوا لي وطي. انا بيني وبينك وطيت كده، قلت بس ده هم ايه هيردموا عليا التراب ويدفنوني بالحياة. قالوا لي وطي، وطيت نزلت في حتة كده زي ما تقول تحت الارض الله اعلم انا معرفش هي ايه. فقالوا لي عودي بقى اقعد بحسس كده، لقيته كرسي العربيه رحت قاعده عليه. طيب في حاجات تانية تؤكد انهم بيشتغلوا لحساب جماعات سياسيه ولا هي دي الحاجات دي بس حضرتك؟ طيب في حاجه تانية جديده قبل ما انا عايز بس اضيف حاجه. هم اولا
كل كلامهم ما يقال منهم كذب. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان هو انا في اول كلامي معاه في اول يوم حضرتك وانا بقول له انا والدتي مريضه كذا وكذا وكذا، قال لي انا ما يهمني انها تتعب، انا جايب لها دكتور، جايب لها اغلى الادويه في 6-7 بيرعوها. كل الكلام ده طبعا كان كذب، يعني هو ما جاب لهاش الادويه دي. حاجه الحاجه الثانيه حضرتك، هم يجيدوا جدا 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 معرفه ما تستطيع فعله الداخليه، دي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة، سواء كان كلامهم عن بلاش كلام عن أدوية أو بلاش كلام عن إحنا عايزين نطلعك عشان في شغل عندنا لازم نعمله يوم 24 و25 و26. الرابط والشاهد في كلامي حضرتك، أنا في كل عمليات الاختطاف اللي تمت في حد علمي سواء في عيلة زوجتي أو في عائلات عند ناس صحابي بتتبع بعدها مباشرة بعمليات تفجيرات في الدولة. الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده، انا عندي اسماء. يعني الفلوس دي بتتاخد، الفلوس دي هو تمويل لا ينتهي يا فندم، تمويل لا ينتهي، فرض اتخطف. يعني انت على ثقه حتى من مفاوضاتهم معاك نفس الثقه اللي عند والدتك انهم بيشتغلوا لحساب الاخوان، بيشتغلوا لحساب جماعات الله اعلم هي مين. يعني هو الشاهد بعدها الشاهد بعدها حضرتك مباشره لازم يحصل فيه تفجير، لازم تفجير مديرية أمن المنصورة. تم قبلها على طول اختطاف أحد الدكاترة الكبار في المنصورة، لن أسمي أحد، أستاذ أمراض قلب هناك، تم اختطافه ودفع فدية. بتوجه إليكم بالشكر وحمد لله على سلامة حضرتك، بس الناس تستفيد من هذه القصة بكل ألغازها بكل خفاياها بكل تفاصيلها. وأتمنى كمان أن وزارة الداخلية تاخدها وتستمع إليها، خاصة أنه الناس بيقولوا لها يلا ادفع الفلوس علشان عندنا عمليات أهم يوم 24 و25 و26، وبالتالي هي على يقين أنهم بيشتغلوا لحساب جماعات إرهابية لها أهداف سياسية. وأيضا الإبن الذي فاوضهم على الأموال لديه نفس اليقين من خلال لهجة الحوار. بعد الفاصل حيبقى معانا الإعلام الكبير الأستاذ حمدي أنديل.